بالنسبه للوقفه ديال اليوم هي وقفه جات تلبيه لنداء المجلس الوطني لحركه الممرضين التقني الصحه الثالث، واللي من بين المسائل الاساسيه اللي فيه هي تنظيم وقفات جهويه. يعني هذه الوقفه اللي دايرينها اليوم احنا هنا كاينه في المغرب كامل في كوفه المديريات الجهويه، وجات على اساس جوج ديال المطالب الاساسيه. المطلب الاول هو الانصاف ديالنا في التعويض عن الاخطار المهنيه، والمطلب الثاني هو مراجعه شروط الترقي. لا يعقل بتاتا انه فئه ديال الممرضين المغاربه اكثر من 35000 ممرض مغربي كاين، ولكن مع كامل الاسف نسبه ديال التعويض كاينه 1400 درهم شهريا، وكنتساواو مع الناس كاملين، وكاينين الناس اللي كيشدوا قرابه 5900 درهم شهريا. اذا حنايا كنعانيو من الخطر وكنعانيو من مجموعه من المشاكل، ولكن بالمقابل عاد كنجي كنشوف كنلقاو انه التعويضات ديالنا قار، وحنايا كنطالبوا بهذا الرفع ديال هذا التعويض هذا، لانه موازاه مع غلاء الاسعار والواقع اللي كنعيشوا حاليا، الممرض المغربي ولا كيعاني من الهشاشه الاجتماعيه، وهذه الهشاشه الاجتماعيه ولات كتخلي انه ما يبقاش الممرض قادر باش انه يوفر الاساسيات ديال الحياه ديالو، وما دام ما كيوفرش الاساسيات ديال الحياه ديالو ما يمكنناش نهضروا على انسنه ديال العلاج، وما يمكنناش نهضروا على خدمات صحيه في المستوى. النقطه الاخرى هي مراجعه شروط الترقي المجحفه. لا يعقل انه اكثر من 35000 ممرض في المغرب كيخصهم يتسناو 6 سنين، وبالمقابل فئات اخرى كثيره 4 سنين وكيحق يعني عندها الحق باش انها تدوز من سلم لسلم. وكذلك بالنسبه ديال الكوطه ديالهم فئات اخرى اللي جا غير اجي يكفي انك تجي تدوز الامتحان ديالك وانت ناجح، بينما حنايا اكثر من 35000 ممرض في المغرب كيخصك تجي وتدوز الامتحان وتسنى 13% فقط اللي غادي يدوزوا في هذا الامتحان اللي ينجحوا. ملي كيشيء اللي كيعرق الممرضين وكيخليهم كيعانيوا من الهشاشه، وهذا الشيء اللي جينا اليوم باش نعبروا على الغضب ديالنا ونعبروا على انه هذا الشيء راه حنا كنرفضوه، واي تغييب المطالب الممرضين وتقنيين الصحه في طاوله حوار الوزاره ديال الصحه فاكيد انه غادي تواجه بالرفض ديالنا التام لهذه المسائل هذه. شكرا. وزاره الصحه.